ايش رايك تكتبين رساله لامك تقولين كل اللي خاطرك فيه؟ واكيد عمتي بترد عليك، تعرفين اخبارهم وتطمنين عليهم. بس شلون اقدر اطرش لها؟ انا بطرش الرسائل اللي مساعد ونبه عليه يعطيهم لسميره، وسميره تقوم بالواجب. صباح الخير. صباح النور. عاملين ايه؟ قبل ما نبدا هناخد الغياب بشكل سريع كده نشوف مين جه ومين ما جاش. سامي خلف. نعم. سمير ابراهيم. نعم. محفوظ غانم. محفوظ، محدش يا جماعه يعرف فين محفوظ غانم؟ دكتور محفوظ تعبان في المستشفى. انا توقعت كده برضو، سلامته الف سلامه. بعد ما نخلص لازم تروحوا المستشفى وتزوروه. الجامعة مش مكان فقط لتلقي العلم، ده صرح بيتم فيه بناء علاقات إنسانية قوية بتعيش معانا طول العمر. محدش يعرفه في أي مستشفى؟ مستشفى الصباح. طب كويس، دي قريبة جنبنا هنا. أنا هخرجكم النهاردة بدري نص ساعة، تشكلوا فريقين من الولاد والبنات تروحوا تزوروه وتطمنوا عليه وتقولوا له ما يقلقش من أي محاضرات فاتته، أنا هشرحها له لما يرجع إن شاء الله. يلا نبدأ. الحمد لله على سلامتك محفوظ. الله يسلمك، شكرا. ما تشوف شر؟ الشر ما يجيش، ما قصرتي. أجو عافية إن شاء الله محفوظ، شو صاير خير؟ هذا جاني مغص وألم مش طبيعي في جسمي وبطني وسخونة، لكن الحمد لله زملائي اللي بالسكن لحقوا علي وجابوني هنا المستشفى، ولكن صرت مرحوم محفوظ غانم. بسم الله عليك، قصدي أجر عافية ما تشوف شر. الله يعافيش. وكانك خالي بالقاعة محفوظ، ترجع لنا بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمكم، ما قصرتوا، بركة فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لا تحاتي المحاضرات اللي طافتك، هم سجلت لك كل شيء. عاملين النهاردة حضرتك كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله دكتور.